السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكوميك تي في عبر اليوتيوب. أقدم لكم هذه الحصة لفائدة تلاميذ المستوى السادس ابتدائي كتصحيح لأنشطة داعمة لمادة الرياضيات لكي أتفهموا واستوعبوا جيدا هذه المادة بكل يسر وسهولة. تفضلوا. إذن أقدم لكم أيها التلاميذ الأعزاء تصحيح بعض الأنشطة الداعمة لمادة الرياضيات المستوى السادس الابتدائي مارس 2020. إذن أول سلسلة قدمتها لكم عبر صفحات الفيسبوك وكذلك في الواتساب، تصحيح بعض الأنشطة الداعمة لمادة الرياضيات المستوى السادس الابتدائي مارس 2020. سوف نختصر بعض الأنشطة التي تبدو لكم صعبة. إذن أول نشاط سوف أقدمه لكم هو ترتيب الأعداد، ترتيب الأعداد ترتيبا تصاعديا. دكوغ، إذا لدينا هذه الأعداد هذو، لاحظوا في التمرين رقم واحد لدينا خمسة، 5.02، 5/2، ثم 15/4، ثم في الأخير لدينا 29/5. إذن كاين هناك أعداد صحة طبيعية بحال رقم خمسة، كاين أعداد عشرية بحال 5.02، وكاين أعداد كسرية 5/2 و15/4 و29/5. إذن لمقارنة هذه الأعداد، ماذا يجب علي أن أفعل أولا؟ يجب علي أن أحول هذه الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية لكي تسهل المقارنة بين الأعداد بشكل عام. 5/2 سوف نقسم هذا البسط على المقام، نقسم هذا البسط على المقام 5/2، 15/4 و29/5. إذا 5/2 هي تقريبا 2.5، 15/4 هو العدد الكسري 3.5، 3.75، ثم 29/5 هو تقريبا 5.8. إذن هذا 5/2 هي تساوي 2.5، و15/4 تساوي تقريبا 3.75، و29/5 تساوي 5.8. إذن نكتب 5/2 تساوي 2.5، وهذا 15/4 يساوي 3.75، ثم 29/5 يساوي تقريبا 5.8. إذن بهذه الطريقة هذه أن أحول الأعداد الكسري إلى أعداد عشري ثم أقارنه مع الأعداد الأخرى، يسهل لي أن أتعرف على العدد الأصغر ثم العدد الأكبر إلى آخره، يسهل لي ترتيب الأعداد بشكل دقيق وجيد لكي أحصل على نقطة في الامتحان. مثلا الامتحان الإقليمي المقبل اللي طرح لي هذه النوعية السؤال هذا ما ارتبكش، خصني نفهم ونستوعب جيدا ماذا الذي شنو الحاجة اللي خصني نبدا بها هي الأولى، هي أنني نحول هذه الأعداد الكسرية 5/2 و15/4 و29/5 إلى أعداد كسرية، إذا أعداد عشرية بارون أعداد عشرية. 5/2 هي تساوي 2.5، 15/4 هي 3.75، 29/5 هي 5.8. أول شيء خاصني ندير هو الأول هو تحويل هذه الأعداد الكسرية، سوف أعيد تحويل هذه الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية ثم أقارنها مع لي زوتر نومبر، مع الأعداد الأخرى، وغادي يسهل لي شكون هو الصغير فيهم هو 5/2. لماذا؟ لأن 2.5، والشيء الأكبر في هذه الأعداد هو 29/5 لأنه 5.8. لاحظوا 5.8 هو أكبر عدد، هو يساوي 29/5. إذا بهذه الطريقة تسهل لي المقارنة بين هذه الأعداد أون كا دو ديكزامان، مثلا في حالة ما إذا كان عندي شي اختبار ولا شي مراقبة وطلبوا مني أن أرتب هذه الأعداد وشفت هناك أعداد كسرية، أول حاجة نبالي بها أول حاجة نديرها هي نحول هذه الأعداد الكسرية 5/2 15/4 و29/5 إلى أعداد عشرية ونقارنها مع لي زوطخ. فهمتوا الطريقة؟ جيد. إذا ننتقل إلى النشاط الموالي.
إذا ننتقل الآن إلى النشاط الموالي، واحد مقامين عددين كسريين تاليين، 0.8 و3.4، هذا بالنسبة للألف، وباء 1 على 3 و5 على 7. إذا لدينا 0.8 و3 على 4 و1 على 3 و5 على 7 بالنسبة للسلسلة الأولى والسلسلة الثانية. بالنسبة للأضعاف وأنجز ما يلي، راه النتيجة راه تعرفتو عليها. في النتيجة الأولى خاصكم تحصلوا على 9631.314، كاين عملية زائد وعملية ناقص. بالنسبة للعملية الثانية ديال الضرب، تحصلوا على 428.1684. إذن أجي نفهم كيفاش نوحد المقامين العددين الكسريين التاليين. إذن مطلوب مني أن نوحد هذا المقام. إذن عندي 0.8 و3 على 4، وعندي 1 على 3 و5 على 7. إذن كيفاش، شنو هي الطريقة اللي خاصني نتابع في هذه الحالة؟ إذن 0.8، إذن هذا عدد عشري، سوف أقوم بتحويله إلى عدد كسري. أول شيء نقوم به هو نحوله إلى عدد كسري. إذا نحصل على 8 على 10، 0.8 8 10 و3 على 4. في هذه الحالة تسهل عليا توحيد المقامات. إذا نمشي بهذا الإطار، هذا نمشي بهذا الكولوم. إذا 8 على 10 و3 على 4، إذا شنو هو المقام الموحد هنا؟ هنا تلاحظ بأن 10 ليست من مضاعفات العدد 4، و4 ليست قاسم العدد 10. إذن أول شيء خص نديرو هو أنني سوف نضرب المقامين، 4 في 10 يساوي 10 في 4 يساوي 40 ثم 40، ما كاينش طريقة أخرى. ثم نقوم بضرب هذا البسط الأول مع مقام الثاني، 8 في 4 تساوي 32، ثم 10 في 3 يساوي 30. وفي هذه الحالة وحدت المقامين، يمكن لي أن يسهل علي المقارنة بيناتهم. 32 على 40 أكبر من 30 على 40، إذا 8 على 10 أكبر من 3 على 4. إذا توحيد المقامات، علاش نوحد المقامات؟ باش نقارنو ما بين العددين الكسريين. مثلا نمشيو دابا للإطار الثاني، ديال 1 على 3 و5 على 7، نفس الطريقة المتبعة. تنشوف بأن 3 ليس قاسم العدد 7، و7 ليس مضاعفة العدد 3. لاحظوا أن 3 و7، يعني يجب علي أن نقوم بضرب المقام العدد الكسري الأول مع مقام العدد الكسري الثاني. 3 في 7 تساوي 21، ثم 3 في 7 تساوي 21، 7 في 3 تساوي 21. إذا تمكنت من توحيد المقامات، لكن هذا غير الشطر الأول. الشطر الثاني يجب علي أن أضرب البسط الأول مع مقام العدد الكسري الثاني. 7 3 في 5 يساوي 15. إذا في هذه الحالة وحدت المقامات وبان لي شكون هو الكبير وفين هو الصغير. إذا 5 على 7 أكبر من 1 على 3. لماذا؟ 15 على 21 أكبر من 7 على 21. إذا القارن ما بينه، ألوغ ننتقلو دابا للهندسة. واحد السؤال خاص بالهندسة، أرسم مربعا ABCD، أول مربع ABCD بحيث BD يساوي 6 سنتيمترات. يجب عليكم أن تفهموا بأن BD هو قطر من قطري المربع، والقطري المربع مثلا BD و AC يكون حاملة القطرين هما متعامدين. إذن هاد القطرين هادو متعامدين هنا في هاد النقطة هادي في المنتصف. إذن من أساسيات المربع أن القطرين متعامدين. إذن ترسموا بيتي الأولى، ثم تأخذوا الكوس وترسموا العمودي على حامل بيتي هو أصلي،
وكونوا متقايسين بي تي و اسي القطري ديال المربع خاص يكون متقايس 6 سنتيمترات و 6 سنتيمترات بهذه الكيفيه هذه غتحصلوا على شكل مضبوط 100%. اذا سوف اعيد، يجب ان تستوعبوا ان المربع له 4 اضلاع متقايسه والقطرين ديالو بي دي و اسي هما متقايسين ومتعامدين في نفس الوقت. اذا بي دي و اسي متعامدين ومتقايسين في نفس الوقت، اذا في هذه الحاله هذه سوف تحصلون على مربع دقيق جدا. اول شيء خصكم ترسموه هو هذه القطعه هذه بي دي اللي تتمثل القطر ديال المربع، ثم تاخذوا الكوس وديروا القطعة الثانية تتكون عمودية على بي دي، تهي عندها نفس القياس ديال بي دي 6 سنتيمترات هو اسي. فهذه الطريقة هذه غادي تشكلوا المربع، سوف تقومون بإكمال المربع ا بي سي دي. إذا جميع أضلاعه متقايسة. جيد، إذا انتقلوا السؤال الموالي وحول إلى الوحدة المطلوبة. إذن لدينا واحد جيدا، لدينا 8.49 كيلومتر، ثم 12.8 ديكامتر. إذن أول شيء خاصكم ديروه هو أنكم ترسموا جدول ديال التحويل ديال الأطوال ديال المتر، ثم تحولوا الوحدة الأولى 8.49 كيلومتر إلى المتر. 8.49 كيلومتر هي تقريبا 8490 متر، و 12.8 ديكامتر تقريبا هي 128 متر. ثم تقومون بعملية الجمع، ضروري هذه المسألة. إذا عند التحويل فاش تحولوا الوحدة الأولى إلى المتر ثم الوحدة الثانية إلى المتر، هنا تيكون عندكم تيكون عندكم يونيتي موحدة. إذا عندكم هذا المتر موحد 8490 زائد 128 تساوي 8618. إذا هو الجواب الصحيح هو 8618. كيف حصلت على 8618؟ تبعت الخطوة الأولى، حولت الوحدة الأولى إلى المتر وحولت الوحدة الثانية إلى متر. إذن هناك توحيد الوحدة، إذن عندي غير المتر هنا، إذن يسهل علي أن أقوم بعملية الجمع. إذن 8490 زائد 128 ما كيناش هنا، ندير هنا بشكل ضروري، إذن هنا كاين مخفية هنا زائد، داكوغ؟ لأن هنا مخفية 8.49 كيلومتر و 12.8 ديكامتر، معنى بغي يقولوا لي راه كاين زائد هنا، كاين عملية الجمع. إذا حولت درت التحويل ديال الوحدة هي الأولى 8490 زائد 128 متر، إذا هاد الوحدة الأولى حولتها المتر والوحدة الثانية كذلك حولتها المتر، ثم قمت بالجمع 8490 زائد 128 هي تقريبا 8618. إذن هذا هو الحل ديال السؤال الخامس ديال القياس. إذن انتبهوا أيها التلاميذ الأعزاء، لدينا واحد المسألة السادسة. إذن تقول هذه المسألة أحسب مساحة المربع محيطه. إذن المربع هو الشكل هذا مثلا، المحيط ديالو تقريبا، المحيط ديالو هنا تقريبا 68 متر. هنا هو المربع، هذا غير رسم تخطيطي هادي، المحيط ديالو تقريبا 68 متر. قال لك قبل الإجابة استخرج معطيات المطلوب ثم استحضر المعلومات المساعدة لإيجاد الحل. شنو قال لك هنا؟ هو مساحة، احسب مساحة هذا المربع، هذا هذا المربع ا بي سي دي، ا بي سي دي.
إذن عندنا تقريبا في المعطيات المحيط ديالو 68 متر. إذن قلنا نحسب المساحة ديالو. إذن أنا خاص نكون عارف ديجا خاصية ديال المربع، إذن لدينا 4 أضلاع متقايسة وجميع هذيك 4 الأضلاع ديالو تكون محيط. إذن المحيط ديال المربع شنو هو؟ المحيط ديال المربع هو أنني ندير الضلع في 4. إذن هنا خاصني نعرف شنو هو القياس ديال الضلع الواحد. إذن في الحالة ندير سي بي سيغ 4. ضروري من هاد القاعدة هادي، إذن بي تساوي سي فوا 4 ديال المحيط. إذن أنا بغي نستخرج، أولا نستخرج الضلع، داكوغ. من أول شيء خاص ندير هو أنني خاص نستخرج الضلع ديال هاد المربع هذا. انتبهوا، لدينا المحيط كم يساوي؟ 68. إذن 68 تنقسم على 4. إذن شنو الغاية ديالي؟ أنني نستخرج الضلع. إذن فاش تقسم 68 على 4 خرج لي تقريبا 17. إذن 68 قسمة على 4 تخرج تقريبا 17. إذن 6 تساوي 17. داكوغ. إذن عملية بسيطة، بي ديال إس تساوي سي في سي، أي إس تساوي 17 في 17، كم يساوي؟ إذن هذه مساحة المربع 200 متر. كيفاش حصلت عليها؟ أولا عرفت بأن المحيط ديال المربع هو سي في 4، إذا استخرجت الضلع هو 68 على 4 يساوي 17 متر. إذا المساحة يساوي الضلع في الضلع 17 في 17، قلت بعملية ديال الضرب حصلت على 280 متر مربع. إذا الطريقة هي الحل ديال المسألة السادسة، أحسب مساحة المربع محيطه 68 مترا.